طاهر الشيخ ولدي اللي كنت بستناه الأمر كله راح. الله ما أخطأ والله ما ربنا رزقك يا حبيبي في الأول وحيرزقك تاني. ربنا قادر على كل شيء يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. يا رب. وغالي عاملة إيه دلوقتي يا حبيبي؟ فوضتها. طول الطريق وهي جاية بتعيط. يا قلبي يا قلبي. صعب. صعب. الحمد لله أنا كان السبب. تفتكري مين اللي قتل ولدي؟ مين؟ لوزة اللي نفذت. من اللي وراها؟ مهران الشامي ولا هاني؟ يا ريت يا سكر لما كنت قطعتهم بإيدي. هم المين يا مشيه؟ مراتي جاية من القريب. زينب؟ والنبي 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 حقك علي حقك علي يا حبيبي والنبي لا زينب يا ريتني ما قلت لك. هسألك سؤال واحد بس. قول يا اخوي. وزيت الوزة ليه عشان تسقط غالية؟ انا يا اخوي هو انت يا صار هتصدق في حاجة زي كده برضو؟ انا مش هقولك ان الوزة قالت انك انت اللي وزيتيها، ولا هقولك ان عايشة ام غالية شافتك مع البت في الجنينة، ولا هقول لك ان مشيها قالت لي مش هصدق حد. سقطت غاليه ليه؟ انت ازاي تصدق حاجه في اختك؟ انا يا ابن امي وابويا ما ينفعش ان اي حد يقول لك اي حاجه تيجي تصدقها. يا ساره انا برضو اعمل حاجه زي كده؟ لا يا ساره لا، انت اخر واحد تصدق كلام فارغ. اختك لا يا صاحبي لا يا صاحبي بيحبوكيش يا صاحبي.